يعد ثمار صبير لامع من الثمار المستخدم في جميع أنحاء العالم كنبات زينة شهير بشكله المميز، ويستخدم كغداء سواء الني أو المطبوخ، ويستخدم لعلاج فقر الدم، وله فوائد واستخدامات كثيرة التي لا تعد ولا تحصى، سنذكر بعضها في هذا الفيديو. ولهذا أدعوك عزيزي المشاهد لمتابعة الفيديو إلى الآخر لتستفيد أكثر. حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار، ويا 700 مرحبا بكم أينما كنتم وأينما ارتحلتم. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في قناتي إن لم تشتركوا من قبل فضلا منكم وليس أمرا. وسنبدأ بالتحدث عن الفوائد العلاجية لثمرة الصبير اللامع بعد هذا الفاصل. يحتوي ثمار الصبير اللامع على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي وحمايته من الأمراض، كما أنه يحد من خطر الالتهابات، يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وبالتالي فهو من أبرز الفواكه المفيدة لصحة مرضى السكري. يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحد من خطارة الإصابة بالقرح والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي. له دور فعال في علاج تضخم البروستاتا ومشاكل الذكورة. يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويحد من خطر الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية. تناول ثمار الصبير اللامع يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم، ولذلك ينصح مرضى الضغط العالي بتناول التين الشوكي دائما. يحتوي على بعض الخصائص التي تعمل على فقدان الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة، وذلك لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والدهون المشبعة. تناول فاكهة الصبير اللامع يحد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية، ومنها سرطان القولون والمعدة والثدي. يعالج فقر الدم، حيث يحتوي التين على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجسم وتعالج الأنيميا وتمد الجسم بالنشاط والحيوية. يحافظ على صحة العظام والمفاصل، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وتظهر بعض الأدلة الأولية أن صبار التين الشوكي يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكر من النوع الثاني، كما تشير الأبحاث أيضا إلى أن مستخلص صبار التين الشوكي قد يقلل من التأثيرات غير المحببة لصداع الخمر، وربما يكون ذلك بسبب آثاره المضادة للالتهابات. وتستخدم الزهور في علاج الدمامل الناتجة عن الحرارة. وتستخدم كذلك مفاصل الجذع في شمال تايلاند لصنع الشاي لعلاج آلام المعدة والغازات الزائدة ومشاكل الكبد والطحال. وكذلك تستخدم مفاصل الجذع ككماد. وقبل أن نتكلم عن استخداماته الغذائية، سنتكلم عن أضراره المعروفة بعد هذا الفاصل. يحتوي ثمار الصبير اللامع على العديد من الكريات الشائكة الدقيقة، وهي عبارة عن أشواك شائكة عادة ما تكون صغيرة إلى دقيقة وتكون حادة جدا وهشة. يتم إزاحة كريات الشوك بسهولة شديدة عند لمس النبات، ويمكن أن تخترق الجلد حيث تصبح عالقة بسبب أشواكها ويصعب رؤيتها أو إزالتها. يمكن أن تسبب تهيجا وانزعاجا كبيرا على مستويات عالية جدا. تحتوي ثماره على أنواع من حمض الأكساليك. لا بأس تماما بتناول كميات صغيرة، لكن لا ينبغي تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الأكساليك بكميات كبيرة،
لأنه يمكن أن يحبس العناصر الغذائية الأخرى في الطعام وخاصة الكالسيوم، وبالتالي يسبب نقص المعادن. وسيتم تقليل محتوى حمض الأكساليك إذا تم طهي الثمار. يجب على الأشخاص الذين لديهم ميل إلى الروماتيزم والتهاب المفاصل والنقرس وحصوات الكلي أو فرط الحموضة توخي الحذر بشكل خاص إذا تم تضمين هذا الثمار في نظامهم الغذائي، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالتهم. والآن سنتكلم عن الاستخدامات الصالحة للأكل بعد هذا الفاصل. فبالرغم من أنها حامضة المذاق، ولكن كثيرة العصارة، ويمكن تحويلها إلى شراب أو مربى أو جيلي. بالنسبة للبعض يكون طعم ثمارها سيئاً، وبالنسبة للبعض الآخر يكون لها طعم لذيذ يتحسن مع التعرض لأشعة الشمس. وتباع العصائر بشكل خاص في فرنسا، وكانت ثماره في الماضي واليوم بمثابة غداء تكميلي في أوقات المجاعة، ولا سيما في دولة مدغشقر. تتمتع بمكوناتها بما في ذلك الفواكه والكلافونات والزهور بقيمة غذائية عالية وغنية بالمركبات ذات القيمة المضافة. تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية بالإضافة إلى المركبات النشطة بيولوجيا مثل الأحماض. وأما الزهور فهي غنية بالمركبات الدهنية غير المشبعة وفيتامين الفينولية، لذلك بالإضافة إلى استخداماتها التقليدية يمكن معالجة الأجزاء النباتية المختلفة لتلبية تطبيقات متعددة في صناعة الأغذية. وأما الآن سنتكلم عن استخداماتها المتعددة بعد هذا الفاصل. يزرع النبات تقليديا في الأسوار الحية في شمال غرب جبال الهيمالايا، حيث يساعد على استبعاد الماشية والحيوانات الأخرى، تحديد الحدود البرية. ينتشر النبات بسرعة، وقد استخدم قديما لتثبيت الكثبان الرملية وتشكيل التحوطات والأسوار الحية، نظرا لميل النباتات إلى الانتشار في البيئات الأصلية. يجب تنفيذ هذه الممارسة فقط في نطاقها الأصلي أو أي مناطق أخرى تثبت أنها أفضل سلوكا فيها. وقد استخدمت الثمار كصبغة حمراء للحبال المصنوعة. وتعتبر دولة المكسيك وإيطاليا هما الدولتان المنتجتان والمستهلكتان الرئيسيتان لحوالي 590 ألف هكتار مزروعات حول العالم. يمكن أن يصل الإنتاج المكسيكي السنوي إلى 350 ألف طن، ولهذا السبب تمثل المكسيك حوالي 90% من إجمالي الإنتاج في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك تعد المكسيك المنتج الرئيسي لثمار التين الشوكي، حيث تمثل أكثر من 45% من الإنتاج العالمي. وقبل الختام أريد أن أسألكم، هل توجد هذه الثمرة في بلدتكم وما تسمونها بلهجتكم؟ وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.